طب ندى حسيتي بايه؟ يعني حسيتي مثلا في الاطفال دول ان هم ثقتهم في نفسهم مثلا زادت شويه؟ حسيتي ان هو في حاجه في سلوكهم ممكن برضو اتغيرت الى حد ما شويتين ثلاثه؟ هما كان فيهم كام بنوتة عصبيين شويه لما بداوا يحسوا ان هم لا ده انتوا جمال، ده انتوا مميزين، ده انتوا كده، بقى فيه هدوء. ومش عايزه اقول لك ان كان فيهم اطفال غيرانه عليا من الاطفال التانية، لا ما تروحيش، احنا انت صاحبتي بس. بداوا يتعلقوا بيا ك يعني حبيبي، بداوا يحسوا ان انا مامتهم يعني.